هلا، اسمي صالح وشغفي التصوير. أنا في جولة عبر المملكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي للتعرف على جهودهم في حماية وتنمية البيئة في مختلف أرجاء المملكة، من أعلى قمم الجبال للغابات ووصولا إلى أشجار المانغروف على الساحل. في هذه الحلقة أنا في غابة خيرة في الباحة، متحمس جدا لمشاركتكم رحلتي ونستكشف المملكة سوا. على ارتفاع ما يقارب 2000 متر فوق سطح البحر، أنا هنا في غابة خيرة في البحر. هي ليست وجهة سياحية فقط، بل تساهم في تحقيق التوازن البيئي في المنطقة. تمتد غابة خيرة في جبال منطقة الباحة على ارتفاع يقارب 2000 متر فوق سطح البحر، ومساحة تقارب 1350 هكتار. تنتشر في الغابة عدة أنواع من الأشجار، وأكثرها أشجار العرعر والزيتون البري. تتراوح كثافة الأشجار من 1364 شجرة لكل هكتار في الطبقات الكثيفة إلى 318 شجرة لكل هكتار في طبقات الغطاء النباتي المنخفضة. هذه شجرة العرعر، وأشجار العرعر في المملكة تواجه صعوبات وتحديات بيئية بسبب الجفاف وقلة الأمطار، لذلك يقوم المركز بمعالجتها وإعادة تأهيلها للحفاظ عليها. وعمل المركز أيضاً على دراسة الغابة لمعرفة حالتها الراهنة ومسحها لعمل الخطة الفنية لها بهدف إعادة تأهيلها وحماية النظام البيئي فيها. منظر رائع، استمتعت بجولتي هنا. مكان مناسب لمختلف أنواع الأشجار والنباتات لتزدهر، شيء رهيب ومميز.